مشاهدينا الكرام، في بداية حلقتنا النهارده من درع الوطن بنرحب بالسيد الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية. أهلا بك يا فندم وصباح الخير. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. سيد الفريق أشرف، دايما القيادة العامة وإدارة الأكاديمية حريصة جدا على المتابعة الميدانية لاختبارات اللي بتتم هنا داخل الأكاديمية للاطمئنان على حسن سير الاختبارات. كلمة سيادتك عن الهدف من متابعة سيادتك للجان الاختبارات المختلفة. أكيد في تعليمات من القيادة العامة للقوات المسلحة إن كل طالب ياخد حقه، مفيش طالب يتظلم، بداية من السمات ثم الكشف الطبي. الكشف الطبي تقريبا 11 عيادة بيتم فيهم في اليوم الأولاني 7 عيادات، وبيستكمل الطالب المتقدم بقية العيادات في اليوم الثاني. ممكن يكون السنة دي في جديد القيادة العامة اللي انتوا قدمتوها للطلبة. القيادة العامة سمحت بإن الالتماسات ممكن تكون في 3 عيادات. كان متبع بيبقى عيادة واحدة، ولكن السنة دي احنا سامحين ب3 عيادات برضو عشان الطالب يقدم التماس واثنين وثلاثة ويعيد تاني يتأكد من الاختبار ذات نفسه بالنسبة له ايه. بيتجاوز الكشف الطبي، وبأكد على حاجة مهمة هنا، الكشف الطبي ليه قياسات معينة بالنسبة للطالب المتقدم اللي هو هيبقى متواجد داخل الأكاديمية. مش معنى ان هو لم يجتازه او حصل على عدم لياقة طبية معناه ان هو عنده مشكلة طبية، لا، هو طالب سليم تماما.